طيب جماعة الخير، أنا موجودة موطني، أنا موجودة بالشيخ جراح. منى إياها عندي. منى كلاتنا بنحبك. الله يخليكي. شو بدك تقولي؟ يلا احكي عبري. بدي أحكي لكم إنه مش بس منى في حي الشيخ جراح، في 28 منزل و 28 عائلة لاجئة ممكن تواجه التهجير بأي لحظة في الأيام الجاي والأشهر الجاي، فادعمونا بتواجدكم في حي الشيخ جراح، واللي ما بيقدر يوصل حي الشيخ جراح يضلهم متفاعلين على الحملة الإلكترونية، هذا بيدعمنا بشكل جدا ضخم وجدا عظيم. في حي الشيخ جراح يوميا في عنا وقفات احتجاجية على ما يحدث في الحي. طلع على كلاب وين، وزي ما انتم شايفين يعني كل الناس اللي حوالينا بيطيروا طيارات مبسوطين، الدنيا عيد، قاعدين امام منازلنا المهددة بالإخلاء، لكن هذا يستفز المستوطنين ويستفز قوات الاحتلال اللي تاخذ اوامرها من المستوطنين، فيتم قمعنا يوميا. يعني انا بتقول لي شو متوقع يصير، بقول لها زي ما انت شايفه واقفين صف ورانا اللي محضرين حالهم باي لحظه يهجموا على الشبان، وهذا اللي بيصير. شوفوا وين واقفين، هن عم بدافعوا عن المستوطنين. طبعاً هم واقفين لحمايه المستوطنين. وقلنا اكثر من اسبوع 10 ايام والحارة مغلقة زي ثكنة عسكرية مغلقة، ممنوع دخول أي شخص ما عدا سكان الحي. اليوم هلأ بشوي أنا دخلت على الحي بالهوية، بقولي مش مكتوب اسم الشارع، كيف يعني بدأ أدخلك؟ وعربي حيوان ابن حيوان، العربي اللي بيشتغلوا بشركة الاحتلال، ويعني رسالتنا لهم واضحة، وإن شاء الله يتعلموا من كم من حدا اللي طلعوا من الخدمة وتمردوا على الخدمة. بس يعطيكم العافية حبيبتي.